الجياد جاهزة. They are off and racing. انطلق أوكس البحرين لعام 2018 برعاية مزرعة المزدهر من مسافة 1800 متر بانطلاقة 5 من الأفرس. إذن وسمية هي التي تتصدر السباق من البداية مع الفارس علي سمير، والمركز الثاني تتواجد عسير مع الفارس جيرالد موسي، والمركز الثالث السعيدة من جانب السياج بقيادة الفارس عبدالله فيصل، مرياح تاتينا رابعا مع بريدو، بينما المرشحة الأولى صابرة تحتل المركز الخامس. إذن ما في شيء تغير على الأوردر وعلى المراكز حتى الآن ثابتة. هنا بعض التغيرات، هنا مرياح هي التي تتصدر السباق مع الفارس بريد دويل الحائزة على المركز الثاني في السباق التحضيري لسباق أوكس البحرين. المركز الثاني عسير مع الفارس جيرالد موسي، والمركز الثالث وسمية من جانب السياج، والسعيدة في المركز الرابع، بينما صابرة في المركز الخامس. حتى الآن مرياح لا زال هو اللي يتصدر في هذا السباق الذي تنحدر من سلالة بيكر بي وميس بروفيدنس. والمركز الثاني تاتينا عسير مع الفارس الفرنسي جيرالد موسي. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية. إذن أوكس البحرين لعام 2018 ينطلق بكامل قوة. هنا مرياح مع الفارس بريدو هي التي تتصدر السباق الآن، والمركز الثاني تاتينا عسير، بينما المركز الثاني صابرة ها هي انطلق المرشحة الأولى صابرة سلالة رقاص وسولو أتمت. هنا صابرة بقيادة الفارس حسين مكي هي التي تتصدر السباق، والمركز الثاني مرياح بقيادة الفارس بردوي، وعسير في المركز الثالث، لكن صابرة تطير إلى أوكس البحرين لعام 2018. إذن صابرة هي بطلة أوكس البحرين بشكل مريح. إذن المرياح في المركز الثاني، عسير في المركز الثالث، بينما السعيدة في المركز الرابع.